السلام عليكم ورحمة الله، نشرة الأخبار من قناة الجمهورية، أهلا بكم. لقي قائد كتيبة من تعية ميليشيا الحوثي في جبهة صرواح المدعو أبو علي النهمي وعدد من مرافقيه مصرعهم في معارك ضارية بين الجيش الوطني مسنودا برجال القبائل وبين ميليشيا الحوثي. ويأتي مصرع النهمي بعد يوم من مقتل القيادي الحوثي البارز أبو نشوان الكبسي في جبهة نهم شرقي صنعاء. شدد التحالف العربي وفي مقدمتهم السعودية والإمارات على ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق عهدها في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية، مؤكدا أنه بصدد خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يمثل إطار توحيد صفوف اليمنيين وعودة مؤسسات الدولة والتصدي لخطر الإرهاب. وطالب التحالف بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية داعيا إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فورا وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والتصدي للتنظيمات الإرهابية، مؤكدا استمرار دعمه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن لمواجهة التحديات المختلفة. من جانبه دعا مجلس التعاون الخليجي لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير ووقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية وتوحيد الصفوف وعودة مؤسسات الدولة والتصدي لخطر الإرهاب، وذلك ردا على إعلان المجلس الانتقالي للحكم الذاتي للمحافظة الجنوبية. على نفس الصعيد أيضا أكد أمين عام الجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على وحدة الأراضي اليمنية باعتبارها حجر الزاوية في موقف الجامعة من الأزمة، مشددا على أن التقسيم والتفتيت ليس في صالح اليمن ولا شعبه. كشفت تسريبات عن حالة تخبط وأخطاء فنية تشهدها المحطة البخارية حالت دون عودة التيار لأهالي المخاء، من بينها تزويد الغلايات البخارية بمياه مالحة تفوق نسبة ملوحتها عن 130 درجة، في حين تستخدم المحطة مياها خالية من المعادن وذات ملوحة صفرية. ومن شأن استخدام المياه المالحة في حال تم تشغيل المحطة أن تتفاعل مع المواد الكيميائية الأخرى وتنتج أضرارا فادحة في بنية المحطة البخارية يهدد بتدميرها. شب حريق هائل في مجمع المنار مول بالعاصمة المؤقتة عدن الاثنين، والتهمت نيران عشرات المحلات التجارية بمقدمة المول، وهرعت سيارات الإسعاف لإخماد الحريق بعد أن تسبب بأضرار بالغة دون معرفة أسباب اندلاع الحريق. أنقلكم الآن إلى أبرز ما أوردته وسائل التواصل الاجتماعي. انتهت النشرة من قناة الجمهورية، في أمان الله.